اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من النار. اللهم اجعلنا ممن يدركون ليلة القدر واكتبنا فيها من القائمين واكتبنا فيها من الخاشعين واكتبنا فيها من الخاضعين. يا ربنا إنها ليلة القدر فغير أقدارنا إلى أحسن الأقدار. يا ربنا غير أقدارنا إلى أحسن الأقدار واكتب لنا أقدار الخير وامحو عنا يا ربنا أقدار الشر والسوء. اللهم أعطنا كتابنا باليمين يمن يا ربي كتابنا ويسر حسابنا واجعل الجنة مستقرنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا. يا ربنا نسألك في ليلة القدر أن تكتب لبلادنا أحسن الأقدار. اللهم اكتب لمصرنا أحسن الأقدار. اللهم اكتب لمصرنا أحسن الأقدار وغير يا ربنا أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم أعط كل سائل سؤاله وآت كل طالب نواله. اللهم أجب لكل سائل سؤاله وآت كل طالب نواله. نعوذ بك يا ربنا من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب.